اهلا بيكم في حلقه جديده على سوبر ماما. انا ريتا والنهارده هتكلم معاكي عن 10 حاجات لازم تعمليهم لنفسك كل يوم. كتير قوي في مشاغل الحياه والمسؤوليات والناس اللي بنهتم بيهم بننسى ان احنا نهتم بنفسنا، وده اكيد مش صح، لانك لو ما اهتمتيش بنفسك وديتي نفسك الرعايه اللي تستحقيها مش هتقدري تهتمي بالناس التانيه اللي حواليكي. اول حاجه لما تصحي من النوم تفقلي كده، اتوقعي ان يومك هيمشي كويس وسلس، اتوقعي ان كل الحاجات اللي انت مخططاها هتمشي حلو وكل حاجه هتحصل زي ما انت عامله حسابك. ما تستنيش كده ان كل حاجه هتتكلكع وان انا يومي صعب وان انا ورايا حاجات كتير قوي النهارده، لا، استني الحاجه الكويسه وتفائلي بالخير وهتلاقيه. تاني حاجه السان سكرين، مهم قوي انك تستعملي كريم مرطب فيه معامل حمايه من الشمس. الشمس بتاعتنا على قد ما هي جميله واحنا محظوظين جدا بيها، بس بتسرع جدا تكون التجاعيد، فانت عايزه تحمي بشرتك علشان ما يجيلكيش تجاعيد من بدري. تالت حاجه بقى نظارة الشمس، لازم يبقى عندك نظارة شمس تلبسيها الصبحيه وتكون فيها حمايه من الاشعه فوق البنفسجيه. ليه بقى نظارة الشمس؟ لسببين. الاولاني علشان ما تقعديش كل شويه تعملي كده اهو، كل ما تعملي كده اهو بعينيكي بتعملي تجاعيد هنا اهوت وانت مش عايزه كده اهو. تاني حاجه بقى ان التعرض للشمس على المدى الطويل احد اسباب تكون الميه البيضاء، فانت لما تلبسي نظارة شمس بتحمي نفسك منها. رابع حاجه بقى، لازم تاكلي كل يوم بالقليله حتتين فاكهه وشويه سلطه. انت عارفه ان في التلفزيون الفرنساوي اي اعلان اكل بينزل بيطلع عليه تنويه انه لازم كل يوم ناكل 5 حتت فاكهه وخضار. خامس حاجه بقى انك تعتني بضوافرك، مش لازم يعني تحطي مانيكير او تطوليهم قوي، بس بالقليله يبقوا متقلمين، طول واحد، نضاف. شغل البيت بيبهدل ايدين وبيستهلكها قوي وبيخلينا على طول حساسين قوي ناحيه شكلها، فعشان كده كل ما تهتمي بايديكي كل ما هيبقى احساسك وثقتك بنفسك احسن. ما تنسيش كمان تحطي كريم للايدين بعد المواعين او قبل النوم. سادس حاجه بقى انك ما تفضليش قاعده في مكانك كده طول اليوم، كل نص ساعه لازم تقومي تتحركي شويه، تفردي رجليكي، تتمشي، تتمطعي، تشربي ميه، تعملي كوبايه شاي لو انت في البيت او لو انت في الشغل. سابع حاجه بقى انك كل يوم ولمده ربع ساعه ترفعي رجليكي. ترفعيهم ازاي؟ تنامي على الكنبه وتفرديهم على الحيطه، او تنامي على الارض وبرده تفرديهم على الحيطه. ليه بقى؟ علشان لما الرجلين بتبقى لفوق والقلب تحت ده بيساعد الميه والدم ان هما يرجعوا تاني، بيساعد الدوره الدمويه كده، تبقى رجليكي اخف، خصوصا الناس اللي عندها دوالي هتفرق معاهم جدا جدا، والناس اللي ما عندهمش دوالي برده هيحسوا ان رجليهم اخف. تامن حاجه بقى، اغسلي سنانك كل يوم بالليل. انا عارفه هي بديهيه قوي، بس كتير قوي بنبقى تعبانين ومش قادرين وعايزين نخش السرير. معلش اضغطي على نفسك واغسلي سنانك، فكري فيها ان ده استثمار لصحتك والمستقبل. تاسع حاجه بقى انك اخر اليوم تاخدي ان شاء الله 5 دقايق لنفسك، تغسلي فيهم تعب اليوم كده اهوت، تشيلي المكياج بتاعك، تغسلي وشك، تحطي مرطب، تعملي مساج لوشك خفيف، تحطي زبده كاكاو، المهم كده انك ايه تنسي تعب اليوم وتجهزي كده بهدوء للسرير. اخر حاجه بقى، وانت في السرير وراسك على المخده قبل ما تروحي في النوم افتكري كل الحاجات الحلوه اللي حصلت النهارده، حسي كده بالشكر والامتنان ليهم، الشكر بيزود الخير في حياتنا. دي كانت الحاجات اللي انا بحاول اعملها كل يوم. لو عندكم نصايح لعادات لطيفه ممكن نزودها اليوم ياريت تشاركونا بيها في التعليقات، واستنوني في الحلقه الجايه.